وللحديث عن تصاعد حملة الاغتيالات التي تستهدف ناشطي التظاهرات، معنا من الدوحة الكاتب والباحث السياسي الدكتور لقاء مكي. مرحبا بك معنا. يا أهلا وسهلا. دكتور، نفير عام أعلنته ميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر، ما الغاية من هذه التحركات؟ وهل بدأت ميليشيا الصدر مرحلة جديدة من استهداف المتظاهرين؟ نعم، هو حقيقة طبعا حسب الإعلانات الرسمية من الميليشيات ومن التيار الصدري أن هناك مؤامرة ضد المراقد وأشياء على هذه الشاكلة. طبعا ليس هناك على الصعيد الرسمي على الأقل الحكومي أي إشارة إلى مثل هذا النوع من المؤامرات، وبالتأكيد هي المسألة قد تكون مجرد مبرر لهذا النوع من الانتشار العسكري. لكن هو حقيقة استعراض قوة، نوع من استعراض القوة المباشر والموجه تحديدا نحو الخصوم النوعيين، الخصم النوعي المتمثل بالقوى السياسية والميليشياوية الأخرى في الجنوب. هذه القوى تنافس التيار الصدري على النفوذ، ولا سيما فيما يتعلق بالنفوذ السياسي في الانتخابات المقبلة. هو التيار الذي أعلن مباشرة عن رغبته برئاسة الوزراء للحكومة المقبلة بعد الانتخابات، ووجه بالحقيقة بنوع من المعارضة جاز التعبير بأشكال مختلفة من القوى الشيعية الأخرى. في الواقع أراد أن يبرهن على أنه يستطيع أن يقلب الطاولة على الجميع، ولديه إمكانيات عسكرية قوية يمكن أن يعني تقمع الأطراف المعارضة له من داخل النقيض النوعي الشيعي. وبالتالي هذه العملية موجهة لهذه الخصوم، بالإضافة طبعا إلى الحادثة التي رأيناها في النجف قبل أيام. يعني كان هناك نوع من اللقاء الثقافي وشيء من القبيل الذي تم فيه الهجوم على التيار وزعيمه، وبالتالي أعتقد أنه أيضا هو محاولة لمنع الآخرين من التطاول على التيار، لأنه هذه المسألة قد تؤثر عليه انتخابيا، وهذا أيضا يعني تمهد الطريق للتيار الصدري للمشاركة في الانتخابات وشن حملة انتخابية بدون وجود معارضات، سواء كانت معارضة شيعية سياسية أو معارضة شعبية، لأنه هذه التيارات الشعبية أحيانا تعرض الجميع يعني. فالتيار الصدري يريد أن يستثنى من هذه المعارضات حتى العلمانية، لأنها ربما تؤثر عليه انتخابيا. هذه نوع من كما أشرت نوع من التمهيد. من ناحية أخرى دكتور، تحشيد الصدر هذه الأيام يذكر بتحشيد سابق لميليشيا العصائب بدعوى حماية المرجعية والمقدسات عندما هتف في ذلك الوقت ضدها المتظاهرون. السؤال، هل باتت الميليشيات تستشعر خطرا حقيقيا على وجودها أو على قدرتها على التأثير لتتحرك بهذه الطريقة؟ هو شوف طبعا يعني احتجاجات تشرين، انتفاضة تشرين سببت قلق حقيقي ليس فقط الميليشيات ولكن كل التيارات السياسية في البلد، يعني سواء كان الشيعية أو غيرها أو السنية. هذه الانتفاضة يعني كانت موجهة ضد كل الطبقة السياسية، ولا سيما في الجنوب. يعني نعرف أن الجنوب كانت تمركزت فيه، حتى ربما تراجعت في بغداد ولكنها استمرت في الناصرية والآن في واسط وفي مدن كثيرة جنوبية مهمة وأساسية. هذا الحراك الجنوبي من قبل شباب يعني كانوا محسوبين على هذه التيارات وهم بيئتها الناخبة وبيئتها الحاضنة، في الواقع يسبب قلق حقيقي، ولذلك هم اجتهدوا من أجل تأجيل الانتخابات إلى الشهر العاشر بدل السادس، لأنه إذا شاركوا فيها فلن يحصلوا على شيء إذا كانت الانتخابات نزيهة وغير مزورة، لأنه البيئة الحاضنة لم تعد معهم. لذلك هم في الواقع لديهم قلق حقيقي. وهذا النمط من استعراضات القوة سواء عصابة أو غيرها في الواقع هو محاولة لإثبات الوجود، وظني أنه ليس فقط إثبات وجود أمام الناس العاديين ولكن إثبات الوجود أمام الخصوم من المسلحين الآخرين، لأن هناك صراع على الكعكة الانتخابية والكعكة الاقتصادية وصراع على النفوذ في البلاد. حتى بين الميليشيات التي يمكن أن تكون في مركب واحد. والتيار الصدري كما يعني معروف يعني في الحقيقة يختلف عن أو يختلف من ناحية كثيرة من نواحي كثيرة عن كثير من الميليشيات. هناك ثلاثة أنواع من الميليشيات ما
المعروفة الولائية والميليشيات العتبات والصرايا السلام أو التيار الصدري، وكل واحدة منها لها مرجعية سياسية وعقدية وتسليحية، وبالتالي هو يحاول هذا التيار طبعا أن يثبت وجوده. وطبعا أقدمهم كما نعرف بدأ منذ عام 2003 وما زال مستمر حتى. نعم، هناك دكتور كما تعرف حملة شرسة بدأتها الميليشيات ضد نشطاء التظاهرات لا سيما في النجف. نعم. والناصرية، هل هناك باعتقادكم ضوء أخضر حكومي لوأد أي محاولة لاستئناف التظاهرات؟ حكومي لا أعتقد، لأن هذه الميليشيات لا تشتغل أصلا بإشراف حكومي، وهي يعني في الواقع ربما يعني تجتهد العمل ضد الحكومة إن عارضتها الحكومة. انقطع الاتصال بالدكتور لقاء مكي، عضو كاتب وباحث سياسي كان معنا من الدوحة.